الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، كانت الآية وهي قوله تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، آخر آية في الدرس الماضي. لا بد من وقفة عند كلمة يتقون. الحقيقة أحيانا يمكن أن ندرس موضوعا على مستوى القرآن الكريم كله. هذا النوع من التفسير سمي التفسير الموضوعي، يعني أن تأخذ التقوى في القرآن كله وتستخرج الآيات التي تنوه بالتقوى وتصنفها تصنيفات دقيقة. هذه التصنيفات ربما رأيت موضوعا متكاملا جديدا كل الجدة لم تكن لتقف عليه، فيما لو قرأت آيات التقوى مع كل موضوع على شكل حيادي أو على شكل متصل بهذا الموضوع. فالذي لا شك فيه أن كلمة التقوى وردت في القرآن الكريم في أكثر من 300 موضع، والأحاديث الشهيرة والصحيحة تؤكد في مجملها أن التقوى هي جماع كل خير، جماع كل خير. فما هي التقوى؟ الحقيقة أن التقوى مشتقة من فعل ثلاثي، الفعل هو وقى، والوقاية تكون من شيء خطير. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى ذلك العبادة هي سبيل الوقاية، العبادة هي سبيل الوقاية. أنت إذا دعوت إلى الله يجب أن تعتمد على حاجات الإنسان الفطرية. ما منا واحد إلا وهو في حاجة ماسة جدا إلى أن ينجو من عذاب الدنيا وشقاء الآخرة، من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. ففي نفس كل منا ميل جامح وحاجة ملحة إلى النجاة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في اللغة العربية هناك قاعدة أن الفعل إذا حذف المفعول به المتعلق به اطلق الفعل. تتقون ماذا؟ تتقون كل خطر، كل مكروه، كل منزلق، كل شقاء، كل عذاب، كل ضيق، كل قلق، كل مصيبة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لا سبيل إلى تحقيق النجاة، ولا سبيل إلى تحقيق السلامة، ولا سبيل إلى أن يبتعد الإنسان عن شقاء الدنيا وعذاب الآخرة إلا بطاعة الله عز وجل. فلذلك فسر بعضهم التقوى بأنها اتقاء عذاب الله بطاعته، اتقاء عذاب الله بطاعته، أي لا منجى منك إلا إليك. لا يستطيع الإنسان أن ينجو من التأديب الإلهي، ولا من المعالجة الإلهية، ولا من العقاب الإلهي، ولا من القضاء الذي يقضيه الله عز وجل للإنسان إلا بطاعة الله عز وجل. هذه النقطة الأولى. إذن طاعة الله عز وجل سبيل إلى التقوى. نقطة ثانية:
الإنسان أيها الإخوة له بناء. معنى البناء يعني أنت لك منظومة قيم، في الموضوع الفلاني لك موقف، في علاقتك بالنساء لك موقف، في علاقتك بكسب المال لك موقف، في علاقتك بإنفاق المال لك موقف، في علاقتك بالجوار لك موقف، في علاقتك بالبيع والشراء لك موقف، في علاقتك بالشهوة التي أودعها الله فيك لك موقف. هذه المواقف تنبع من رؤية أو من قيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه. أنت لك بناء، الأسرة لبنة، العمل لبنة، علاقتك بذاتك لبنة، علاقتك بالخالق لبنة، علاقتك بأهلك، بالوالد بالوالدة، بالإخوة بالأخوات بالأصهار. كل موقف وكل حركة وكل سكنة تنبع من رؤية أو من قيمة. فالمؤمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. إذن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يحميه. غير المؤمن أسس بنيانه على الشهوة، على المصلحة، على انتهاز الفرص، على القنص، على حب الذات، على الأنانية. هذا البناء المبني على غير تقوى الله عز وجل كأنه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فكل إنسان له بناء، إما أن يبنى هذا البناء على تقوى من الله ورضوان، وإما أن يبنى هذا البناء على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الشيء الثاني أن الإنسان حينما يفكر، يعني في هذا الكون العظيم في حقيقة وحيدة، حنقول حقيقة كبرى، حقيقة وحيدة، حقيقة ليس بعدها حقيقة، هي الله سبحانه وتعالى. يعني في جهة بالكون تستحق أن تخشى عذابها أو أن ترجو رحمتها غير الله. في بالكون جهة تستحق أن يرجى ما عندها وأن يخشى عقابها غير الله عز وجل. ربنا عز وجل يسأل، يعني إذا أنت بنت بسكنة فرضا، هناك جنود، هناك عرفاء، هناك رقباء، هناك حراس، هناك وهناك قائد هذه الوحدة في حسب الظاهر بيده كل شيء، يعني أليس من العقل أن ترجو رضاه وأن تخشى عقابه؟ هذا مثل للتقريب. الإنسان حينما يفكر في هذا الكون يرى أن كل شيء قائم بالله عز وجل. أبدا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قيام الشيء بالله، حياته بالله، كن فيكون، زل فيزول. إذن في الكون في حقيقة وحيدة ليس بعدها حقيقة، هي الله سبحانه وتعالى. أيعقل أن تخشى غير الله؟ أيعقل أن ترجو غير الله؟ أيعقل أن تطمع بعطاء غير عطاء الله؟ أيعقل أن تخاف من غير الله؟ أيعقل أن تتقي عذاب غير الله؟ أيعقل أن ترجو رحمة غير الله؟ لذلك ربنا عز وجل بآية صغيرة قال: أفغير الله تتقون؟ يعني ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تفكرون؟ كيف تتأملون؟ أفغير الله تتقون؟ من هنا كان المؤمن في رعاية الله، لأنه لا يخشى إلا الله. المؤمن وحد وجهته، المؤمن له وجهة واحدة ولو كانت على حساب كل العلاقات الأخرى. المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. هي كلمة وحد، وحد الواحد، هذه كلمة بسيطة في ظاهرها ولكنها عميقة جدًا في مدلولها. يعني أنا لا أبالغ إن أكبر باب من أبواب العذاب النفسي هو الشرك. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر أسباب العذاب في الدنيا ألا تكون موحدا،
أن تدعو مع الله إلها آخر. لذلك ربنا عز وجل يقول أفغير الله تتقون. ربنا عز وجل طمنك، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال لك إليه يرجع الأمر كله، قال لك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، قال لك له الخلق والأمر، قال لك ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، قال لك يد الله فوق أيديهم، قال لك بيده ملكوت السماوات والأرض. فإذا أنت خشيت غير الله أو رجوت غير الله فلست متقيا، لم تتقي الله عز وجل. أفغير الله تتقون؟ يعني أنت في قبضته، لماذا تتقي الله؟ لأن الله عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله عليم بما تعملون. الإنسان إذا مراقب يخاف هذا الذي يراقبه. ربنا عز وجل رقابته عليك مستمرة، ما دامت رقابة الله عليك مستمرة ألا ينبغي أن تتقي الله؟ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واتقوا الله واعلموا أن الله سريع الحساب، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عليم بكل شيء، شديد العقاب، سريع الحساب، إليه تحشر. ألا تكفي هذه الدوافع الكبيرة كي تتقي الله عز وجل؟ شيء آخر، هذه الدوافع، سريع الحساب، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني النقطة الدقيقة أن الله عز وجل علمك من خلال هذا العقل الذي أودعه الله فيك، وعلمك من خلال هذا الكون الذي نصب فيه الأدلة على عظمته، وعلمك من ملامح الفطرة التي فطرك عليها، وعلمك من خلال هذا الكتاب الكريم الذي أنزله على النبي العظيم، وعلمك من خلال السنة النبوية المطهرة التي بينت هذا الكتاب، وعلمك من الحوادث اليومية. هذه الحوادث اليومية فيها تعليم للإنسان، تشف هذه الحوادث عن قدرته وعن حكمته وعن عدالته، وعلمك من خلال دعوة الدعاة وإلهام الملائكة، فأنت في حالة تعلم مستمر، والله سبحانه وتعالى يعلمك دائما، إن في الكتاب وإن في السنة وإن في الكون وإن في العقل وإن في الفطرة وإن في دعوة الدعاة وإن في إلهام الملائكة، أنت في حالة تعليم مستمر، فلما لا تتقي الله عز وجل؟ هذا معنى قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. نحن نشعر أننا في قبضة الله عز وجل، يعني كل أجهزتك، كل أحوالك، رأس مالك عقلك، نقطة دم صغيرة جدا إذا تجمدت في بعض شرايين المخ يفقد الإنسان عقله دفعة واحدة، أو يفقد ذاكرته، أو يفقد سمعه أو بصره، أو يفقد حركته. إذن أنت في قبضة الله بجسمك وبروحك وبنفسك وببيتك وبأهلك وبأولادك وبعملك وبمن حولك وبمن فوقك وبمن تحتك. لذلك أفغير الله تتقون؟ لكن هناك معنى دقيق جدا، هو أن الله سبحانه وتعالى يجب أن تتقيه، أن تتقي ربك، لا لأنك بقبضته فحسب، بل لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني رحمن الرحيم، ذو الجلال والإكرام، ذو الطول والإنعام، يعلم السر وأخفى، عفو كريم، رحمن رحيم، لطيف رؤوف. فأنت من جهة تتقي ربك لأنك في قبضته، ومن جهة ثانية تتقي ربك لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان الله، الإنسان يتوق إلى أن يتقرب من إنسان عظيم، ولكن ألا يتوق إلى أن يتقرب من خالق الأكوان؟ خالق الأكوان وضع نظام للتعامل معه. قد يكون الإنسان العظيم مزاج الطبع،
أنت لا تدري كيف تتقرب إليه. يعني إنسان قد يصل إلى قلبه صدفة أو لظروف طارئة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كلنا عباده، إذا لا بد من رسم علاقة منظمة في تعامل العباد مع الله عز وجل. ربنا عز وجل قال إن الله يحب المتقين، قضية واضحة كالشمس، الله عز وجل يحب المتقين. فما يحب الإنسان يكون محبوب عند الله عز وجل؟ لأنه إذا أحبك إنسان، إذا أحبك زيد أو عبيد، ماذا ينفعك حبه؟ إذا أحبك سيد الخلق فحبه من حب الله عز وجل وحبه ينفعك. أما لو أحبك إنسان قوي فيما يبدو للناس، هذا الإنسان لا ينفعك حبه ولا يضرك بغضه، ولكن إذا أحبك الله عز وجل ألقى حب الخلق في قلوبهم لك، ينادى له في الكون أن نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى أحبك الله. هل من مرتبة في الكون؟ الدنيا كلها مراتب، في مراتب مالية، في مراتب علمية، في مراتب اجتماعية، في مراتب رياضية، لك معه وسام ذهبي، معه ميدالية برونزية، في مراتب جسمية، في مراتب نفسية، في مراتب دينية. ألا تعتقد معي أن أعظم مرتبة ينالها إنسان على وجه الأرض أن يحبه الله عز وجل؟ إن الله يحب المتقين، كلام بسيط لكنه خطير. اتق أن تعصيه يحبك الله عز وجل، اتق أن تسخطه يحبك، اتق أن تخالف أمره، اتق عقابه بطاعته، اتق عذابه بالاستقامة على أمره، اتق ناره بالعمل لجنته يحبك. طيب ألا تحب أن يكون الله معك؟ الكلمة الشهيرة التي أقولها دائما، إذا كان الله معك فمن عليك؟ ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. هل تدري أيها الأخ الكريم أن معية الله نوعان، معية عامة ومعية خاصة؟ الله مع كل مخلوق لقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ولكن المعية الخاصة معية الحفظ، معية الرعاية، معية النصر، معية التأييد. ألا تتمنى أيها الأخ الكريم أن يكون الله معك؟ إن الله مع المتقين. ألا يتمنى الإنسان أن يكون خالق الأكوان مدافعاً عنه؟ طيب ألا تتمنى أن يكون وليك هو الله عز وجل؟ الولي يخرجك من الظلمات إلى النور، يجعل لك مقعد صدق عنده، يدافع عنك، يكيد لك، ألا تتمنى ذلك؟ والله ولي المتقين. إن الله يحب المتقين، وإن الله مع المتقين، والله ولي المتقين. وربنا عز وجل قال أفنجعل المتقين كالفجار، يعني من السذاجة، من الغباء، من ضيق الأفق، من الجهل أن تتصور أن هذا الذي استقام على أمر الله وتعرف إلى الله وأمضى وقتا في تعلم العلم وكان منضبطا، ضبط حواسه الخمس، ضبط مشاعره، ضبط كسبه، ضبط إنفاقه، وكان محسنا، أحسن إلى كل مخلوق، هذا المتقي الذي يتقي سخط الله، يتقي غضب الله، يتقي عذاب الله، هذا المتقي أيعقل أن يعامل كالفاجر، كالعاصي، كالذي يفعل المعاصي على قارعة الطريق، كالذي يتباهى بالمعصية؟ شيء مستحيل. يعني لو أتيح لك أن تقرأ الآيات القرآنية التي تتحدث عن التقوى،
لوجدت أن هذه الآيات فيها معاني كبيرة جدا. يعني ربنا عز وجل أمرنا أن نكون طموحين. يقول بعضهم: أخي أنا بدي مكان وراء الباب بالجنة، وراء الباب. هذا كلام غير صحيح، والحمد لله رب العالمين.